بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس جديد من سلسلة التعليم أفتر إفكتس 2019. النهاردة هشرح لكم بإذن الله إزاي إن أنا أعمل ترانسبيرنت لفيديو، بجعل الخلفية بتاعت الفيديو دي شفافة. فمثلا لو أنا عندي لوجو للقناة، واللوجو ده أنا عاملاه متحرك على شكل فيديو، وعايزة أعمل الخلفية بتاعته شفافة عشان اخده احطه على الفيديوهات بتاعتي التانية اللي انا مثلا بشرحها، او اي فيديو موجود عندي عايزة احط عليه اللوجو. فازاي انا هعمل الكلام ده هنشوف مع بعض. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. نبتدي مع بعض الدرس. هفتح نيو كومبوزيشن، هدوس عليه كده وهخلي الويتس ب 1080 والهايت ب 500 والفريم ريت 30، وهخلي الديوريشن 3 ثواني، والخلفيه الباك جراوند عندي هخليها سودا زي ما احنا شايفين كده، وهقول له اوكي. عشان اعمل ترانسبيرنت للنيو كومبوزيشن ده بدوس عندي هنا على توجل ترانسبيرنسي ريت زي ما احنا شايفين كده، وخليها لي زي ما احنا شايفين الخلفيه شفافه، او الخلفيه دي مش هتظهر عندي. هكتب هنا جرافيك ديزاينر، اروح عند تكست، وادوس عليها كده عشان احددها، اعملها بولد واخليها بالشكل ده كده واحطها هنا كويس. وهاجي اكتب تكست تاني تحتها كده، هكتب شانل واخليها باللون الازرق وبولد زي ما احنا شايفين كده، واجي احط نزلها بس شويه، واجي هنا احط الصوره بتاعه القناه اهي واضيفها عندي كده، وبعدين اصغرها وادوس على شيفت عشان تبقى المقاسات بتاعتها متناسبة، مثلا بالشكل ده. دي حاجة بسيطة. هاجي اعمل لها حركة، هدوس على جرافيك ديزاينر واجي عند اللير بتاعتها هنا وافتح السهم ده وادوس على انيميت، وهعمل لها بوزيشن، واجي هنا عند الزيرو هعمل كي فريم عند البوزيشن كويس، عند الزيرو هاجي انزلها لتحت كده بالشكل ده، وعند مثلا هنا اعمل كي فريم تاني، هاجي ارجعها تاني بالشكل ده واحدد الاثنين دول واعملهم ايزي ايزي. نفس الكلام واحنا هنا شفناها اهي. هاجي اعمل حركه للشانل، فهاجي هنا برضو نفس الكلام، ادوس على اللاير بتاعتها وافتحها كده اقول له انيميت في بوزيشن، فتح لي هنا البوزيشن، اخليه هنا هدوس عليه كده وهنزل الكلمة لتحت كده، وهروح عند الكي فريم التانية اهي كويس، وهاجي اطلع التشانل لفوق بالشكل ده، وهاجي احدد الاتنين زي ما احنا اتعلمنا لازم نعمل كده ونعملها ايزي ايزي. ونشوف مع بعض الحركة اهي، ادي الحركة اللي انا عملتها، حركة بسيطة جدا. هنيجي عند الصورة، دوست عليها تحت اهي، وهفتح الاوباستي، هدوس على او فتح لي الاوباستي، هرجع هنا للزيرو
وادوس على الكي فريم الاوباسيتي واخليه صفر، واروح عند كي فريم اللي انا عاملاه التاني واخلي الاوباسيتي هنا ب100. لو شفنا الحركة مع بعض اهي، وبرضو هعمل عشان قبل ما ننسى هاخد الاتنين مع بعض كده واعمل لهم ايزي ايزي، او بدوس على F9. انا كده عملت الحركة دي شكل اللوجو. انا عايز احط اللوجو ده في فيديو تاني، هعمل ايه؟ اول حاجة هعمل اكسبورت للفيديو ده، هروح عند فايل اقول له اكسبورت واد تو ريندر كيو. اهم حاجة هاجي عند لوسلس هنا وادوس عليها كده، وهختار هنا في حاجة اسمها تشانلز ار جي بي، انا هخليها ار جي بي زائد الفا، دي مهمة جدا، هي دي اللي هتخلي لي الفيديو الخلفية بتاعته او الباك جراوند بتاعته شفاف كويس، وهقول له اوكي. عندي هنا الاوت بوت 2 اللي هي بنسمي الفايل، انا مثلا هدوس كده وهحط الفايل هسميه لوجو، بالشكل ده، واقول له سيف، وهعمل له ريندر. كده اتعمل لي ريندر للفايل كويس. هنيجي بعد كده نحط اللوجو ده على فيديو، هنشوف ازاي. هاجي افتح فايل واعمل نيو فايل جديد ونيو بروجكت، وهقول له سيف لو انا عايز سيف طبعا، وهاجي اجيب الفيديو اللي انا عايزاه. انا مثلا عندي الفيديو ده مثلا، هقول له امبورت، وهجيب اللوجو اللي انا عملته اهو برضو، وهاخدهم الاتنين كده وانزلهم لتحت، اقول له اوكي عشان بيعمل لي نيو كومبوزيشن كويس. زي ما احنا شايفين، هنشوف مع بعض اللوجو هيظهر ازاي. ادي اللوجو يظهر معي بعدين اختفى لان الثواني بتاعته اقل من الفيديو. انا عايزه اللوجو لحد اخر الفيديو، هاجي ادوس على اللوجو واقول له اديت كوبي كنترول مع سي، وبعدين بيست ادوس كنترول في، فعمل لي هنا فيديو تاني واللوجو عشان ما تقطعش معايا، وهعمل تاني كنترول في مثلا بالشكل ده، ونيجي نشوفها مع بعض. ادي الخلفية بتاعت الفيديو زي ما هي، ممكن ان انا بزود وانا باجي اعمل اللوجو، ممكن ان انا ازود الثواني بتاعتنا حسب الفيديو اللي شغال. ممكن ان انا اقول له ان انا عايز اوقف الفيديو مثلا لحد هنا كده واحركه اهو، كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده.
يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. انتظروني في الدروس القادمة. استودعكم الله عز وجل.